دخلنا حضرتك في الاولمبي كده عشان نفكك ما هو شويه. انا هسه في الاولمبي انت عشان حاجه حاجه لعبتني تبسطك اصلا شويه يعني. ونرجعك للمضايقه تاني. والله الاولمبي الحمد لله يعني، لو بس يعني احنا طبعا كل ده يعني كل الانجازات اللي حصلت في النادي، وان احنا انتقلنا من مرحله خاسره وديون كبيره لتحقيق فائض وعمل انشاءات، عملنا حاجات كتيره جدا. معالي المهندس خالد عبد العزيز تفضل مشكورا بافتتاح يعني 3 مرات في سنه افتتح الصاله المغطاه، كانت متوقفه سنتين قبل خالد ما عبد يجي. العزيز ما شاء الله مجهود كبير ومكوكي يعني. يعني كان في ملعب صغير فرعي جنب الصاله، فالملعب كان تراب، منحنا مشروع تنجيل صناعي للملعب الفرعي. ده طبعا طلع عدد اللاعبين المرسين اللي كانوا في النادي من 300 لاعب ناشئ في كره القدم، طلعها الى حوالي 1000 لاعب، ده نقلة كبيرة جدا في العدد. عملنا بعد كده كلوب هاوس جديد بساونا بجيم بحمامات بخار بجاكوزي بأجهزة علاج طبية لفقرات الظهر، كل ده برضو من موارد النادي الذاتية. إنما النجيل الصناعي كان من تمويل الوزارة، الصالة المغطاة كان من تمويل الوزارة. لما استلمنا الصالة كانت متوقفة عند 8 مليون جنيه، وصلت أعمالها بعد ما استلمناها في كذا مقاول ب 15 مليون جنيه، كلها برضو تمويل من الوزاره. سخنت الناس على الوزاره يا باشمهندس. صديق ده دي في ناس برامج، عايزه 200,000 جنيه. ما انا هقول لحضرتك برضو علشان الناس كلها تعرف ازاي تتعامل حسن مع حضرتك الوزاره. بس دي يا جماعه بعد اذنكم حد يكلم احمد ابو طالب في ظهر خطا حطيته، كان في حديث مع حد على الشاشه ان هو رئيس نادي ابو صوير وده غلط، فبعد اذنكم بس اتاكدوا وارجعوا لي. أفندم؟ طب بعد إذنكم نزلوا لي بقى الستراب باسم رئيس النادي بس. يعني التعامل مع الوزارة بيخضع لمنظومة برضو إدارية ومالية، يعني لابد أن الطلبات بتجمع الأول وبترسل للوزارة وبتخش في الميزانية، والوزارة بتطلب الميزانية من مجلس النواب حاليا وبتعتمدها، وبترجع بعد كده بتاخد من وزارة المالية وبتدي ترد هذه الأموال أو هذه المشروعات في صورة أموال من خلال الإجراءات اللي بتعملها أندية. فعشان كده بقول للأندية لازم تبقى أنت محضر أنت عايز إيه، وتبعت الوزارة وتطلب من الوزارة أنها تدرج مشاريعك في الموازنة. يعني هقول لحضرتك حاجة، الصالة المغطاة إحنا فتحناها من سنتين. هذه الصالة المغطاة كمثال تم إرسال ميزانيتها وموازنتها، وكانت 5 مليون جنيه في الميزانية بتاعت مجلس النواب في لجنة الشباب والرياضة، وأنا حضرت جلسة للاستماع للمشروع وكنت أمين صندوق النادي سنة 2005.